يا دونك بيان سور باش نفهموا هاد الفقره نخدموا واحد ثلاثه ديال لي زيكزومبل. اوكي دونك واحد ثلاثه الامثله. دونك المثال الاول دونك نبداو بالمثال. دونك مثال دونك نبداو بالمثال الاول. مثال دونك حل في الزد. اوكي حل في الزد معادله مثلا 12 اكس زائد مثلا 8 إيكغيك كتساوي مثلا 4. دونك حلي بيان سيغ في الزد. بيان دونك أول مرحلة هي أنني هي مرحلة الإختزال، يعني خاصني نحسب البي جي سي دي ديال أ و بي. أ في هاد الحالة هو 12، بي هو 8، متفقين؟ دونك خاصني نحسب البي جي سي دي. دونك بيان سيغ تعرفنا على جوج طرق باش نحسبو البي جي سي دي، يعني القاسم المشترك الأكبر، سواء بالتفكيك إلى جوج عوامل أولية، ولا ب خوارزمية إقليد، يعني القسمات المتتاليه. دونك خوارزميه اقليد يعني كنقصد لكم القسمات المتتاليه. بيان دونك ديروا مثلا القسمات المتتاليه حيت سهله. دونك لاحظوا معايا 12 مقسوم على 8، يعني 12 شنو فيها؟ هي 8 في 1 زائد 4، متفقين؟ دونك 8 مقسوم على 4 هي 4 في 2 زائد 0. دونك اخر باقي غير منعدم هو 4. دونك يعني البي جي سي دي ديال 12 و 8 يساوي 4، اخر باقي غير منعدم. شوفوا معي واش 4 يقسم 4؟ نعم، بما ان 4 يقسم 4 فان معادله تقبل الحل، تقبل حل ولا حلول؟ دونك تقبل حلول، دير حلول جي زوغ تقبل ما لا من الحلول. اوكي بيان دونك دابا المرحله بيان سيغ هي الاولى ديال الاختزال. دونك حصلنا على بيان سيغ بي جي سي دي. دونك نختزل بيان سيغ ب 4. دونك لاحظوا معايا بصح هادي صحيح ديال. دونك لاحظوا معايا مزيان ان بيان سيغ 12 هي 4 في 3 اكس زائد 8 هي 4 في 2 ايكغيك دونك تساوي 4. دونك نختزل ب 4 4 4 دونك تبقى لي 3 اكس زائد 2 ايكغيك كتساوي 1. بيان وقلت لكم واحد الحاجه بان بيان سيغ لا كان البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي مثلا دي ياك و ا بيان سيغ سيتادير دي يعني دي يقسم ا ودي كيقسم بي، يعني ا كتكتب على شكل ك في دي و بي كتكتب على شكل مثلا ك بريم في دي، يعني ان هادشي كيستلزم ان البي جي سي دي ديال كا وكا بريم نديرو مثلا ا بريم و بي بس يعني نمشيو بنفس لي نوطاسيون بس هنا نسميها ا بريم وهادي بي بريم، متفقين؟ بيان دونك بي جي سي دي ديال ا بريم و بي بريم راه خصني نلقاه كيساوي واحد. دونك هادي بيان سيغ مبرهنة اولا خاصية تعرفنا عليها بيان سيغ في الفقرات السابقة وبرهنا عليها. اوكي نفس الشيء لاحظوا معايا مزيان بيان سيغ لاحظتوا معايا ان 12 كتكتب 4 في 3 8 كتكتب 4 في 2 دونك هاد 12 و 8 البي جي سي دي ديالهم كيساوي 4. دونك شنو غنقول بان 3 و 2 مالهم؟ اولا فيما بينهم يعني البي جي سي دي ديال 3 و 2 يساوي 1 مباشره، متفقين؟ دونك هادي خاصيه عقلوا عليها، متفقين؟ دونك نمسحها ولا نخليها؟ دونك خليها لكم ماشي مشكل. دونك هادشي بيان سيغ كيستلزم ان البي جي سي دي ديال 3 و 2 بيان سيغ كيساوي 1، يعني 3 و 2 اوليا فيما بينهما. بيان سيغ علاش كتبت لكم هادي؟ حيت مهمة بزاف. اوكي حيت بيان سيغ في المرحلة الثالثة غنحتاجو هادي باش نبينو بيان سيغ أولا باش نستعملو خاصية كوس. اوكي أو المبرهنة كوس. بيان دونك المرحلة اللي غتجي من بعد، المرحلة اللي غتجي من بعد تو سامبلومون يعني نديرو قسمات متتالية على 3 و 2، يعني 3 مقسوم على 2 هي 2 في 1 زائد 1، متفقين؟ بيان وبيان سيغ 2 كتساوي 1 في 2 زائد صفر. دونك يعني لاحظتوا معايا اخر باقي غير منعدم هو 1. دونك مباشره يعني الحفل متتالي. دونك لاحظوا معايا هادي 3 كتساوي 2 في 1 زائد 1، يعني هذا الشيء يكفي ان 1 شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 3 ناقص 2. بيان واش هذا الشيء كتكتب على شكل دونك هنا بين ساعه 3 اكس زائد 2 اي، واش كتكتب على شكل 3 اكس صفر زائد 2 اي صفر؟ نعم اكس صفر غناخذو هو 1 و اي صفر هو ناقص 1. دونك يعني غنستنتج ان اكس صفر يغيك صفر كيساوي دونك اكس صفر قلت لكم غناخدو هو 1
y صفر غناخدو هو ناقص واحد، هذا كيتسمى حل خاص. دونك حل خاص خاص للمعادلة E، مثلا هذا نسميها E ليكواسيون، خاص للمعادلة E. متفقين؟ بيان. دونك حسبت بيان سيغ البحث عن الحل الخاص، دونك بحثت عليه. كيفاش كنبحث عليه؟ قلت لكم نستعمل مقارنة بيزو يعني لإتمام الحل الخاص، وذلك باستعمال خوارزمية إقليس يعني قسمات المتتالية. دونك في هذه الحالة بيان سيغ عندي غير هذه، سهلة بزاف. اوكي بيان. دونك شو سامبلومون، لاحظوا معايا مزيان، يعني لعوت مثلا هنا إكس بإكس صفر وإيكغيك بإيكغيك صفر، راه تعطيني معادلة صحيحة. لاحظتوا معايا 3 في 1 زائد 2 في ناقص 1 هي 3 ناقص 2 يعني 1، يعني صحيح هادشي. دونك المرحلة الثالثة كنبحثوا على الحل العام. كيفاش كنبحثوا على الحل العام؟ دونك كتكون عندنا واحد النظمة، النظمة الأولى فيها هاد المعادلة، هاد المعادلة هادي اللي غنسميها أو بخيم. متفقين؟ يعني 3 إكس زائد 2 إيكغيك كتساوي 1. دونك ردوا معايا البال، هي تسمى هي يعني غير حل تعقلوا عليه، ولكن انا ما ننصحكمش تعقلوا عليه، حيت انا براسي ما عقلتش على الحل. كنعرف نجبد يعني كيفاش نجبد الحل، ولكن ما حافظتش الحل، هذا الحل ما حافظوش كنجبدو. اوكي بيان. دونك 3 اكس زائد 2 اي تساوي 1. دونك في المعادله الثانيه غنعوض اكس باكس صفر واي كري باي صفر، يعني 3 اكس صفر زائد 2 اي صفر. بالنسبه لهاد اكس صفر واي صفر غير مجرد رموز، راهم عباره عن اعداد. اكس صفر هو 1 واي صفر هو ناقص 1، يعني هنا غير كنديروا هاد الاعداد. اوكي يعني اكس صفر واي صفر يعني حل خاص. بيان. دونك شنو غادي ندير؟ غندير طرح هاد المعادله ناقص هاد المعادله. دونك 3 اكس ناقص 3 اكس 0، يعني 3 عامل لي اكس ناقص اكس 0، وبيان سيغ زائد غنعمل ب 2 2 عامل لي اكغيك ناقص اكغيك 0. دونك هادشي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 1 ناقص 1 يعني 0. دونك هادشي يكافي ان، دونك لاحظوا معايا هذا غنجيبو للطرف الاخر، يعني تعطيني 3 اكس ناقص اكس 0 متفقين كتساوي ناقص 2. ولكن لاحظوا معايا باش نحيد هذيك ناقص 2 غندير 2 وهنا غنقلب هادو. اوكي دونك يعني هي 2 اكغيك صفر ناقص اكغيك مباشره، متفقين؟ يعني قلبت هادو. بيان. دونك افترضوا معايا ان هذا واحد العدد ك، اولا واحد العدد يعني ينتمي الى الزد، هذا عدد ينتمي الى الزد. دونك يعني هذا العدد هذا 3 في اكس ناقص اكس صفر كيتكتب على شكل 2 في هذا العدد. دونك هذا العدد بيان سوف خصنا غنستنتج ان 2 كتقسم لي هذا العدد، اذا هادشي كيعطيني بان 2 تقسم العدد 3 في اكس ناقص اكس صفر، متفقين؟ وبما ان بي جي سي دي ديال 2 و 3 هادي يعني رمز ديال بي جي سي دي يساوي 1، ها هو كتبته لكم هنا، متفقين؟ هادي النوتاسيون ديال بي جي سي دي يعني رمز ديال بي جي سي دي كذلك هذا، هذا رمز ولا هذا رمز راه بحال بحال، دونك هذا ساهل غير نكتبو. دونك هادشي بيان سيغ حسب غوس، يعني دابا غنستعمل حسب مبرهنة غوس شنو غادي نستنتج؟ عندني 2 اولي مع الثالث، اولا 2 و 3 اوليين فيما بينهما، ولكن عندي 2 كيتقسم 3 في اكس ناقص اكس صفر، هذا 2 مع 3 اولين فيما بينهما، دونك بقى لي خص 2 يقسم لي اكس ناقص اكس صفر، يعني 2 يقسم لي اكس ناقص اكس صفر. دونك هادشي شنو كيعطيني؟ بان يوجد واحد الكا كينتمي للزاد، بحيث ان اكس ناقص اكس صفر كيتكتب على شكل 2 في كا، 2 كا، يعني بكل بساطة دونك لقيت بأن إكس كيساوي، دونك إكس صفر غنجيبو للطرف الآخر، يعني إكس كيساوي 2 كا زائد إكس صفر. إكس صفر شنو كيساوي ليا؟ نعوضو كيساوي ليا 1، دونك يعني كتساوي 2 كا زائد 1. بيان. دونك ملي حصلت على إكس بكل بساطة غنجي للمعادلة هادي أو بخيم، وغنعوض إكس بهاد العدد اللي لقيت، وغنجبد بيان سيغ إيكغيك بدلالة كا، متفقين؟ بيان. دونك يعني حصلت على إكس كيساوي 2 كا زائد 1، دونك نكتب بيان سيغ خليه ماشي مشكل. دونك نجي للمعادلة أو بخيم، دونك نعوض إكس بهاد العدد، يعني غتعطيني 3 في 2 كا زائد 1، متفقين؟ غنعوض قلت لكم هنايا في المعادلة إكس بهاد العدد زائد 2 إيكغيك، هادشي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 1. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، بيان سيغ هنا غنجيب الطرف الآخر وفي نفس الوقت ننشر، يعني 2 إيكغيك شنو غادي تساوي ليا؟ تساوي ليا 1، متفقين؟ 1 هذا، وهذه يعني يعني هي ناقص 3 في 2 كا، وبيان سيغ 3 في 1 يعني 3، غنجيبها للطرف الاخر ناقص 3.
دونك لاحظوا معايا، واحد مع ناقص ثلاثة هي ناقص اثنين، نقدر نكتبها لكم مباشرة، دونك كتعطيني هنا ناقص اثنين، متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، غنختزل باثنان اثنان اثنان، دونك شنو غادي تبقى لي؟ يعطيني بأن إكغيك كتساوي، دونك كتعطيني ناقص ثلاثة ك ناقص واحد. بيان، ولا لاحظتوا معايا راه هاد الحلول يعني إكس، إلا لاحظتوا معايا إكس فين هو إكس؟ هو هذا كيتكتب على شكل اثنان ك زائد واحد. شوف معايا بي أولا إكس زيرو شنو كيساوي؟ هو واحد، ها هو، متفقين؟ وكا في بي بريم، بي بريم شنو كيساوي بي بريم؟ بي بريم راه قلت لكم هو بيان سور راه كتبت لكم قبل، هو هذا اللي كيكون لاصق بيان سور في إكغيك، يعني هنا اثنان، ها هو اثنان، متفقين؟ بيان. قلت لكم بيان سور بعد الاختزال كنحصلوا على يعني معاملات اخرى، يعني هنا فاش درت الاختزال ما بقاوش لي هاد المعاملات 12 8 4 ولكن بقاو لي 3 2 1، يعني كنحصل على معاملات جداد اللي سميتهم بيان سور ا بريم بي بريم، متفقين؟ بيان. اي دونك و بيان سور إكغيك شنو كتساوي ليا؟ إكغيك صفر ناقص ك از ا بريم، دونك إكغيك صفر كتساوي ناقص واحد، ناقص واحد ها هي، متفقين؟ و بيان سور هنا غتكون عندي ناقص ك في ا بريم، دونك ك ها هي، و بيان سور ناقص ا بريم هي ناقص ثلاثة، حيت عند ا بريم هي ثلاثة، دونك مع الناقص يعني ناقص ثلاثة ك ناقص واحد، يعني وبالتالي فإن بيان سور المعادلة تقبل حلول. يعني غنرمز ليها مثلا باس، دونك نديرها لكم بالاحمر هنا لتحت في الاسفل، دونك يعني حلول المعادله غنرمز ليه بيان سيغ باس، هما بيان سيغ الزوج اللي من زائد كتكتب على شكل هنا كنكتب اكس، يعني في اليسار اكس يعني كتكتب على شكل اثنان ك زائد واحد، وكندير فيه كي واحد الفاصله باش ندير العدد الثاني، اوكي، اللي هو بيان سيغ ناقص ثلاثه ك ناقص واحد، متفقين؟ وبيان سيغ هذا الزوج متفقين؟ بحيث انك كنتمي للزاد. دونك يعني بكل بساطه عوض لي ك بعدد هنا من الزاد، وتعوض ليا هذا العدد في اكس وهذا العدد في ايكغيك، دونك غتلقى بيان سيغ المعادله محققه. مثلا نعوضو ك بصفر، دونك عوضنا ك بصفر غتعطينا بيان سيغ هو الحل الخاص، نعوضو مثلا ك بواحد، عوضنا ك بواحد دونك غتعطينا بيان سيغ هنا 2 زائد 1 يعني 3 هو اكس، وهنا غنعوض بواحد يعني ناقص ثلاثة، ناقص واحد يعني ناقص أربعة، نعوض في المعادلة إكس نعوضها بثلاثة وإكغيك بناقص أربعة، غنلقى بيان سيغ فاش غنضرب في ثلاثة وفي اثنين غنلقى واحد، دونك ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنان في ناقص أربعة هي ناقص ثمانية، تسعة ناقص ثمانية هي واحد، دونك صحيحة، متفقين؟ بيان، يعني تو سامبلومون معادلة تقبل ما لا نهي من الحلول اللي كتكتبوا على هذا الشكل، أوكي؟ إكس كيساوي هادشي، إكغيك كيساوي هادشي بحيث كينتمي إلى الزد. بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. نمسح بيان سيغ باش نمرو شي مثال تاني، اوكي؟ بيان، دونك نعطيكم شي معادلة تانية، مثلا حل في الزاد المعادلة 15 إكس، متفقين؟ زائد مثلا مثلا ناخدو 3 إكغيك كتساوي مثلا 7، مثلا قلت لك حل في الزاد، أول حاجة خصك تحسب بيان سيغ البي جي سي دي أولا القاسم المشترك الأكبر ديال 15 و 3، دونك لاحظوا معايا أن 15 بيان سيغ من مضاعفة 3، علاش؟ حيت كتكتب على شكل 2 أولا 3 في 5 زائد 0، متفقين؟ بيان، يعني 15 من مضاعفة 3، وبالتالي فإن البي جي سي دي ديال أش؟ ديال 15 و 3 هو 3. واش 3 ينقصتي ب 7؟ لا، شوفوا معايا، يعني تقدر توصلوا لهاد المرحلة وكتب لكم أن 3 ما كيتقسم ليه 7 وكنبقى واحد وكنبقى كنشوف فيها بحال هكا، لا ميمكنش، مستحيل، نو نو نو، هادي ما درت لكم واحد المرحلة الثانية أو المرحلة الأولى، إذا كانت دي لا يقسم سي فإن المعادلة لا تقبل حل، وبالتالي فإن مجموعة الحلول هي المجموعة الفارغة مباشرة، يعني لا عطاكم، يعني لو لقيتوا بحال هكا في الامتحان قولوا الحمد لله حيت هذه اسهل حاجه، اوكي؟ دونك بما ان، شوف معايا، بما ان 3 لا تقسم 7 فإن المعادله ليس لها حل، وبالتالي مجموعه الحلول هي المجموعه الفارغه.
مباشرة متفقين يعني ما عمركم تشوفوا يعني شي حاجة كومبسا وتبقاو واحدين نو هادشي ماشي خطأ نو نو أنا معاني يعني زعما ندير لكم هادي بس يعني تردوا البال حيت فغيمون يعني ممكن ما كتكونوش رد البال في سميتو في الطريقة أكثر ما كتردوا البال في المثال أوكي بيان دونك نمسحو نعطيكم بيان سور المثال الثالث أوكي